أثرت الحرب الدائرة في البلاد التي افتعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على مستقبل آلاف الأطفال وحرمتهم من حصولهم على التعليم، ليصبح هذا العام هو الأسوأ ربما بتاريخ التعليم في اليمن، لا سيما في مخيم الجفين الواقع غرب محافظة مأرب. ومع هذا لا تتوقف قدوم الكثير من الأسر النازحة من مناطق الصراع إلى هذا المخيم في كل شهر، حيث تشير الإحصائيات التي تم رصدها إلى استيعاب هذا المخيم 3200 أسرة، أي ما يعادل 13,000 نازح. نطالب من الإخوة في المحافظة وفي المنظمات أن يشوفوا أولادنا كيفهم يعني في العرب يدرسون، نطالب منهم ببناء مدرسة كي إحنا نازحين، ونطالب منهم يعني باستعجال في بناء مدارس أولادنا يدرسوا في العراء يشوفوا منهم بتسوا، والمواصلات بعيدة إلى المجمع والمدارس مكتظة، حتى هناك المجمع مكتظة ما بتبقى كان واسع في المجمع. المدارس الحكومية أغلقت أبوابها أمام طلاب المخيم، معلقة عن ذلك أنها لم يعد هناك مقاعد دراسية فارغة لاستيعابهم، كما أن المدارس الأخرى تبعد مسافات كبيرة عن المكان ويشكل مصدر خوف للأهالي عن أبنائهم بقطع هذه المسافات، لا سيما أن ميزانية الأسر لا تكفي باستئجار باصات النقل، وهو ما زاد من معاناة المخيم أكثر سوءاً مع انقطاع أمل تعليم أبنائهم. فكان للمبادرة داخل المخيم حلاً آخر في ظل غياب دور السلطات المحلية اتجاه النازحين، بإنشاء مخيمات صغيرة واستغلال المساجد المتواجدة كبديل آخر عن المدارس. أولا المخيم وصل أعداد أكثر من 3000، وهناك ازدحام شديد، والطلاب معظمهم صغار لا يأمن آبائهم، والبعض الآباء ليس لديه قدرة أنه يوفر المواصلات لابنه ذهاب وإياب إلى المجمع، إضافة إلى الازدحام الشديد داخل المجمع، حتى أن كثير من المدارس رفضت ملفات معظم الطلاب نتيجة الازدحام، فكان افتتاح المدرسة أو تأسيسها ضرورة لاحتضان هذه الأعداد وغيرها. مدرسة الجفينة، مدرسة الجامع، يعني الظروف المدرسة ما يوجدش مدرسة، وإحنا قد معانا يعني أكثر من 500 طالبة، ونحتاج إلى دعم مدرسة، يعني كراسي، ونحتاج إلى فصول. رغم ما يعانيه هؤلاء الأطفال من فقر وتشرد داخل المخيم، إلا أنهم أول الواصلين في كل صباح إلى هذه الفصول المتواضعة التي تزداد عليهم أكثر قسوة في وقت الظهيرة، حيث أن درجة الحرارة تصل إلى قصوتها، فهذه الأوجه البريئة لا تستسلم لكل ما يحصل لهم لاستكمال تعليمهم الذي حرموا منها بسبب الحرب والنزوح. فأكثر من 500 طالب وطالبة يدرسون في هذا المخيم فقط، ليصل الإجمالي الكلي في المخيمات الأخرى إلى 1900 ملتحق من الجنسين. من محافظة مأرب، عبد العالم دحلان، لقناة اليمن اليوم.